عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تلقينا فيديو جديد على القناه، فيديو اللي غادي نشارك معكم كالعاده كما تعودتوا جديد شيئين. كما عارفين ان هذا الموقع هذا كيعجبني بزاف، كيعجبني الملابس اللي عنده والكاليتي اللي عندهم، يعني داكشي كيكون مناسب. واهم حاجه ان الاسمنه عندهم رخيصه بزاف، فهذيك هي الهمزه اللي بغات تلبس وتكون انيقه. فكننصحكم بزاف 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 في هذا السيت هذا. اختاريت بعض الملابس للفصل الربيع ان شاء الله. كما عارفين ان فصل الربيع ما بقى ليه والو ويدخل، كنبغيو هكا ملابس اللي يكونوا خفافين على الملابس اللي ولفنا فصل الشتاء. فقولوا لي الا كنتم مهتمين ايضا نشارك معكم دي لوك بوك، كيفاش تقدروا تنسقوا ملابس هكا الا كنتي محجبه، ولا حتى الا ما كنتيش محجبه. قولوا لي كلشي في التعليقات، كيعجبني نقرا التعليقات ديالكم والاراء ديالكم، كلشي مرحب به. ولا كنتي اول مره كتشوفيني وكتشوفي هذه القناه، اشتركي بالضغط على الزر الاحمر باش ديما توصلي بالجديد وتنضمي للعائله ديالنا. وطبعاً الحال ما تنساوش اللايكات اللي كتشجعوني بهم بزاف. ويلا نبداو الفيديو. فاول حاجه غادي نوريكم هي هاد لا شوميز اللي انا نيت لابساها. تقدروا تلبسوها حتى كغوب، يعني بما انها طويله نوريكم. شتو دايره بحال الكسيوه، وفي هذا الموتيف اللي خرج دابا في طوندونس، يعني راه خارج دابا موضه. هذا بحال الجلد ديال السيربون، فيها هاد تعمدت انني ندير هاد الشده ديال الزيف باش تشوفوا هاد التفصيل هذا اللي فيها هنا زوين بالدونتيل هنا في الكل في الاسود. غادي تجي احسن الا درنا معها شال اللي يكون فاتح في البلون كاسي ولا في البيج، غادي يكون احسن من هاد اللون اللي انا دايره حاليا. ما عنديش داك اللون، داكشي علاش ما لبستوش معها، باش يزيد يفتحها اكثر ويبهجها اكثر. حيت الا ضربنا الموتاد في الموتارد فغادي تجي شويه غامقه اللبسه. انا كنفضل نلبسها مع سروال كحل بحال هكا، كتجي زويونه في اللبسه. فيها هاد الديطاي هنايا ديال صدفات هكا في الكحل، وهابطه كلها بصفات كحل اللي راه بحال الشوميز، وهي بحال لاغوب كتجي فوق الركيبات بشويه. ثاني حاجه خديتها هي هاد السروال هذا في الكحل، ولا كيعجبني بزاف هاد الستيل اللي كيجي طالع، يعني كيجي طالع شويه هكا فوق الكرش، تخشي فيه هكا شوميز ولا جي سروال مفضفض كما شفتوا من التحت. اصلا هادي هي طوندونس اللي خارجه دابا. وفيه هاد الديطاي هكا من الجويبات، هادو راه جويبات، وفيه هاد الديطاي هكا. غادي نحاول نقيسو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. فيه هنايا سنيسلة باش كتلبسيه فاسيلمون، شفتو باش كتلبسيه بسهولة. المشكل اللي فيه هو انه شفاف، هادي الحاجة اللي معجبتنيش فيه انه كيبين، يعني ضروري خصك تلبسي تحتو شي حاجة. شتو كيبين، هادي هي الحاجة اللي معجبتنيش فيه الصراحة. مي سينو جي زوين، من غير انه جا ناقصة واحد الصديفة وما صيفطوهاش ليا، معرفتش علاش. موالفين زعما كتجي الحاجة وكتجي معاها صديفة ريزيرف. فالمهم صراحة هذا زويون ديجا لبستو، غادي نحاول نقيسو ليكم باش تشوفو كيفاش كيجي في اللبسة. ثالث حاجه خديت هي هاد لافيست هادي في هاد اللون هذا اللي عمرني زعمت ناخذ شي حاجه فيه، في هاد الغوج هكا مع الاضاءه الاصطناعيه غيبان لكم شويه اللون ديالو فاقع. هي راه واحد اللون زويون اصلا. هادو اللي خرجوا دابا هاد لافيست كتجي بحال هكا، كتجي طويله فيها جويبات وكتطوى بكميمات بحال هكا باش كتعطي هكا الغابيل ديال الكحل. صراحه زويونه تلبسي توتال لوك هكا كحل، سروال كحل وبيل في الكحل، ولا تلبسي كلشي بيض، يعني سروال بيض وبيل بيض كتجي زوينه بزاف. غادي نحاول نخلي لكم التصاور هكا اللي تصورت بهم فاش كنت لابساها. زويونه كتجي كلاس، وتقدري مثلا تلبسيها كلاس كما تقدر تلبسيها سبور. انا كنلبسها لبستها مع سبادري في البيض وسروال كحل، جات زويونه بزاف صراحه. عجبتني هذه والكاليتي ديالها غزاله بزاف، يعني بحال داكشي ديال لي فيست هكا ديال لي مارك، يعني زويونه ما عندي ما نقول. الحاجه الاخرى اللي خديت ولي بزاف منكم سولوني عليها ملي كنت صورت بها في الانستغرام، دايو غادي نخليكم الانستغرام هنايا، دخلوا كنبارطاجي معكم بزاف ديال لي لوك، يعني كنبارطاجي معكم هكا التصويرات ديال تنسيقات ملابس للمحجبات.
فإلا كان كيهمكم الامر دخلوا عندي الانستغرام، كنشارك معكم يومياتي، كنشارك معكم شحال من حاجه. غادي نخليكم الانستغرام ديالي هنا في شي بلاصه باش تنضموا ليا ليه. هاد لافيست هادي اللي عجبات بزاف منكم في الانستغرام وسولتوني بزاف ملي خديتها، هي خفيفه يعني لبسوها في الصيف لبسوها في الربيع، خفيفه خفيفه يعني ماشي بحال هادي، هادي ثقيله، هادي خفيفه تلبسيها هكا غير مثلا غير بول هكا من التحت وصافي. وزويونه خفيفه، هنايا فيها بحال فيها الجيوب وهي ما فيهاش جياب، حتى هي غادي نخلي لكم التصاور اللي لبستها فيها باش تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه. الكاليتي ديال الثوب ديالها زوين، يعني ما كتبانش شي حاجه رخيصه بزاف ولا لا علاقه، ما وكتجي حتى هي طويله يعني كتجي مغطيه هكا لا طاي. واللي حمقاتني عجبتني بزاف 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 ودايور عجبت بزاف منكم، كما قلت لكم اللي بارطاجيت هذه اللبسه هكا في الانستغرام، داكشي قلت لكم دخلوا تبعوني كنشارك معكم هكا تنسيقات ملابس. عجب بزاف منكم هذا السروال هذا، وحتى انا حمقني جاني مع لا طاي بما انه انا طويله ورقيقه، فجاني غزال، جاني غزال شي حدا كتشكل راسها، جاني زوين صراحه وعجبني. هذا السروال هذا اللي كيجي بحال هكا شفتو، ما عرفتش شنو كيسميوهم ولكن هما اللي دارجين دابا بزاف على الموضه، كيجيو الرجلين عراضين بزاف بحال تقولوا راه صايا من كيجي هو طالع، يعني كيجي حتى لهنايا السميطه ديالو هاد كتجي، وكتجي فيه هادي باش كتحزمي هكا القدام ديري وريضه، كيجي فيه حتى هو سنيسله باش تلبسيه بسهوله. انا خديت لاطاي فيه لاطاي ام، صراحه كان خاصني ناخذ فيه لاطاي اس، ولكن انا ضربت حسابي لا لا ما نعرف نقدر نغلط، حيت نورمالمون كتجي معايا انا لاطاي ام من التحت. حاليا كما قلت لكم راني غير ضعيفه مؤقتا بالنسبه للانامي عيانه شويه، فكيجيو فيه حتى هو جويبات هكا، وكيجي الحاجه اللي عجبتني فيه بزاف انه كيجي مبلي، كيعطيك واحد الفوليوم، كيجي مبلي من اللور من القدام، هادشي عجبني فيه بزاف بزاف، وما كيجيش لاصق، يعني انا ما كنحملش داك السراول اللي كيجيو لاصقين على الفورمه. هذا الصراحه زوين بزاف والثمن ديالو ما كانش غالي بزاف، هادشي اللي صدمني، وحتى الكاليتي ديال الثوب زوينه ماشي بحال هذاك الكحل اللي وريتكم، هذا ما كيبينش نهائيا، ها نتوما شوفوا صراحه الكاليتي ديال الثوب رائعه رائعه رائعه، ما عندي ما نقول، فريمون صدمني فاش وصلني رائع. الحاجه الاخيره اللي خديت واللي مشى الوقت ديالها، يعني دابا راه بدا كيسخن شويه الحال، ولكن الصراحه راه تعطلت، يعني هادشي راه تقريبا شي شهر وزياده هو عندي، هي هاد لافيست هادي اللي كتجي طويله 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 فريمون، كتجي فوق لي شوفي بشويه، كتجي كلاس في اللبسه. واحد القضيه ديال البنات، الا كنتو بحالي هكا لاطاي ديالي طوالات ورقيقات، ديما حاولوا تقلبوا على انكم تلبسوا حاجه طويله، كتزيد تبين الفورمه ديالكم شويه عامره وميم طون كتنقص الطوله ديالكم. اما الا كنتي قصيره فكن ما كننصحكش انك تاخدي هكا حوايج طوالين، هذا الصراحه رائع كيجي في اللبسه، غنحاول نلبسو لكم باش تشوفوا احسن. كيجيو فيه هنايا جويبات والكمام ديالو كيجي بحال هكا، صراحه صدمني الكاليتي ديالو، ما يمكنش شحال جات رائعه، رطيب 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 وسخيخن وطويل طويل 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 رائع، يعني ما نقول. هذا خديت فيه لاطاي ام كما شفتوا، وصراحه الكاليتي ما عندي ما نقول فيها. على اي هادشي كامل غادي نحاول انني نقيسو لكم باش تشوفوا كيفاش جا، غادي نخلي لكم واحد الكود برومو اللي غادي نقص لكم من اي حاجه خديتوها، غادي نقص لكم واحد البورسونتاج، ما عندي فيه حتى شي ربح، يعني غير بالنسبه للبنات الا بغيتو تخدموا فهو غير غادي نقص لكم الاثمنه الثمن وصافي. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني، فالكوموند كتجي كتوصلكم حتى للدار، اي اشا من 500 درهم فوق. لعبتي هو زياد جا وانا كنفيلمي. قلت لكم اي اشا كتاخدوها من 500 درهم الفوق، فعندكم ليفغيزون فابور غراتويتمون كتوصلكم حتى للدار.
اهم حاجه في هذا السيت هذا اللي عجبتني بزاف انا الكوموند ما كتعطلش، يعني عندكم تقريبا واحد ما بين 15 يوم سيمانه الى تعطلت 20 يوم كتوصلكم للدار. شنو ثاني ما كتوحلش في الدوان و صافي. هادشي اللي يمكن المعلومات اللي كنتو سولتوني عليهم. على اي معلومه بغيتو تعرفوها على هذا الموقع هذا خليوها لي في لي كومونتير. انا بالنسبه ليا كنرتاح في هذا الموقع هذا، كيعجبوني حوايجهم والاسمنه عندهم جد مناسبه. فصافي نتمنى يكون عجبكم المشتريات ديال فصل الربيع والصيف اللي خديتهم حاليا، يعني الصراحه عاجبيني بزاف ونتمنى حتى نتوما يكونوا عجبوكم. قولوا لي في الكومونتير شنو هي اكثر لبسه عجبتكم، وغادي نخلي لكم راحه البال ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وغادي نقول لك ما تنسايش اشتراك بالضغط على الزر الاحمر باش دائما توصلي بجديد. خلي لكم راحه البال، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.